يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير. موضوع الأسبوع. مازال مع موضوعنا هذه السيمانة، واللي هو في هذا النص الأول من يوميتنا، على التسميد بالمواد الصغرى ديال الشجر ديال الحواميد. وبدينا تنتعرفوا دابا على المواد الصغرى اللي تيمكن تنقص من التغذية ديال الشجر ديالنا، ويمكن تأثر على الإنتاجية والكاليب ديال الغلة اللي يعطيها لنا الشجر. ما فيها باس إذن ناخذوا مادة بمادة ونفسروا كل ما يتعلق بها، لا من اش تيجي النقص منها، ولا اش من تأثير يمكن يكون عنده، ولا كيفاش يمكن يتحل المشكل ديال هذا النقص من هذه المادة. واليوم غادي نبداو باهم من هاد المواد، وهي ماده الحديد. واول تساؤل نسولو نفوسنا عليه هو اش من دور تتلعبو ماده الحديد في الشجره. هاد الدور هو في الانتاج ديال الماده الخضراء، اللي هي عربون الصحه الجيده ديال الشجره والقوه ديال الانتاجيه اللي تكون عندها. ثاني تساؤل هو علاش تيوقع هاد النقص من ماده الحديد في الشجره ديال الحواميد. تيبدا يبان النقص من الحديد في الشجره ديال الحواميد، يا يعني اما بسبب النقص ديالو من التربه، يا يعني إما كاين الحديد في التربة ولكن كثيرة فيها بيضة مخلطة مع التربة وتتحسد الطلوع ديال الحديد مع العروق ديال الشجرة، يا يعني إما قوة الغلة اللي خرجت من الشجرة وقللت من المواد السكرية اللي فيها ومعها مادة الحديد. وسؤال ثالث تيجي للراس، وهو كيفاش يمكننا نتعرفوا على قلة الحديد في شجر الحواميد ديالنا؟ وهذه قضية سهلة، بالصفورية ديال الورق اللي مايلة للبيوضية الباهتة، والصغر ديال الوريقات الجداد اللي ما تيكبروش بحال عادتهم. أما كيفاش يمكننا نحاربوا ضد هذا النقص من مادة الحديد؟ فمن بعد تجارب كثيرة في بلادنا وفي بلدان أخرى، بدأ اليوم تيبان أن أحسن طريقة هي نعطيه لكل شجرة دابة في هذا الوقت ما بين 50 حتى 200 غرام ديال الحديد اللي مخلط مع مادة عضوية تتستفد منهم العروق ديال الشجرة بسهولة وبلا ما تحبسها بيضة اللي في التربة. ويكون مزيان الى تخلطت هاد الماده العضويه ديال الحديد مع الماء ديال السقا باش تشرب معاه من طرف العروق بسهوله وبسرعه. ملاحظه اليوم، كما فاتنا درنا بالنسبه لشجر الفواكه بحال التفاح وبعويد والبرقوق ولا غيرهم، واللي غالبا تيتسموا بالزهريات كما تيتسموا شجر الليمون والكليمونتين والنافيل بالحواميد، غادي نحاول نشوفوا على حساب الملاحظات اللي تداروا في الضيعات والجنانات عندنا في بلادنا، شكون هما الانواع ديال الحواميد والاصناف منهم اللي تيتاثروا اكثر من الاخرين من النقص من المواد الصغرى وبالخصوص من ماده الحديد وتتبان عليهم في ساعه. اولا الحواميد عامه ما تيتاثروش بزاف كما هو الشان بالنسبه لشجر الفواكه من النقص ديال الحديد. ثانيا الا شدينا غير النواع والاصناف ديال الحواميد ما بيناتهم، غادي نلقاو ان الكليمونتين تتاثر اكثر من شجر الليمون ديال سونغين، واللي هو بنفسه تيتاثر اكثر شويه من فالنسيا، واللي بدورها تتاثر اكثر من النوع ديال نافيل. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.